تحركات دعائية تشغل الشارع الأردني مع قرب موعد الانتخابات النيابية في 10 سبتمبر المقبل. المرشحون طرحوا برامجهم وخططهم والتي يتصدرها الواقع الاقتصادي والمعيشي المتعثر في البلاد. 30 يوليو الجاري هو موعد الترشح لانتخابات مجلس النواب الأردني، ومع اقتراب ذلك الموعد تتصاعد التساؤلات الشعبية حول طبيعة البرامج التي تطرحها القوائم الحزبية والمحلية، خاصة في الشأن الاقتصادي، الملف الأكثر تماسا مع شؤون المواطنين اليومية ومنهم الشباب. نتمنى أنه يكون في عنا أفكار خارج الصندوق تساهم بتخفيض نسبة البطالة وتحقيق نمو اقتصادي. احنا اليوم بنشوف انه البرامج لسه مش مكتملة او غير ناضجة. انت كحزب اليوم ايش ممكن تقدم لي؟ برامج، سياسات، اشياء انت ممكن تتبناها حتى تحل لي مشكلة البطالة. ايضا انا اليوم ممكن اسأل الاحزاب ايش عندك خطط وبرامج ممكن تعزز الاستثمار الاجنبي. الشيء الرئيسي بالفعل انا بالنسبة لي مشاركة الشباب حواريا لتمكينهم اقتصاديا لحل مشكلة البطالة. تعد الانتخابات النيابية المقبلة أول اختبار أمام مخرجات التحديث السياسي في البلاد، والذي رفع عدد مقاعد مجلس النواب إلى 138 مقعدا، منها 41 مقعدا للأحزاب السياسية، وخفض سن الترشح إلى 25 عاما. رؤية أولية واضحة لدى هذه الأحزاب مشتقة من رؤية التحديث الاقتصادي، وأعتقد أن الخبرات في الأحزاب تبنى تراكميا، بمعنى أنه خلال الفترة القادمة سيتم الحقيقة من خلال هذه الأحزاب وضع برامج تفصيلية للقطاعات. معدل الإقبال على المشاركة في الانتخابات مرهون بحسب المعنيين بما تطرحه الأحزاب من برامج عملية تحسن الواقع المعيشي. كيف سيدلي بصوته؟ هناك قضايا أساسية لم تشتبك معها الأحزاب ولم تبين أي رأي فيها، وبالتالي الحديث عن موضوع البرامج ما زال أعتقد أنه قاصر، وبرامجنا أحزاب أعتقد أنها الرافعة الأساسية ما زالت فيها فردية وشخصية. قضايا الفقر والبطالة والدين العام تتصدر توجهات غالبية الأحزاب السياسية، خطوط عريضة أمام الناخبين وقناعاتهم قبل حسم خياراتهم في 10 سبتمبر المقبل، وهو يوم الاقتراع. طبيعة البرامج الاقتصادية للأحزاب ستؤدي دورا حاسما وفق مراقبين في مدى إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع للانتخابات النيابية المقبلة. برامج ينتظر الناخبون خطوات إجرائية لها من شأنها تخفيض معدلات البطالة والدين العام وزيادة الاستثمارات في البلاد. عرار شلول، المشهد، عمان.